بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 19. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال: قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن زكريا ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال: عن معاذ بن جبل قال أبو بكر: ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث عليه تعليق بدكم تنتبهوا. نبدأ أولا: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال: قال أبو بكر: ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله. كان بعث معاذ إلى اليمن 10 كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي قاضيا باليمن 10 رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام ومات فيها. روى الإمام أحمد عن معاذ لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج يوصيه ومعاذ راكب، معاذ راكب والنبي ماشي عم يوصيه. سيدنا معاذ بده ينزل، النبي قال له لا تنزل، وبقي معاذ راكب والنبي يوصيه. قال: بعثني، نرجع إلى الكتاب، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب.
فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. انتقلوا للتعليق، ألقوا عليها. حديث معاذ، حديث بعثة معاذ إلى اليمن. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال شمس الأئمة السرخسي رضي الله عنه: فصل، بيان موجب الأمر في حق الكفار. ماذا يجب في حق الكفار؟ قال: لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة ليدعوهم إلى الإيمان. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ولا خلاف أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات ولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم أيضا، يعني فيما إذا كان النصارى في بلادنا وأتوا إلى القضاء عندنا فنحكم فيهم مثل ما بيجب عليهم المخاطبة بالمشروعات في عن العقوبات، فكذلك المعاملات نحكم فيهم بالحكم الشرعي والإسلامي. فيما لو صار تخاصم بيناتهم وأجوا للمحكمة عنا نحكم فيهم بشرع الإسلام. وقال ابن عابدين في الحاشية: قال العراقيون أنهم مخاطبون بالإيمان والعقوبات، وبالعقوبات فيعاقبون عليها، وهو المعتمد وأخذوا بقول الله سبحانه، قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين. فهاتين الآيتين أخذوا بهما بأنه يجب عليهم العمل بالمعاملات الشرعية في الإسلام وبالعقوبات. وصرح في الهداية
أن الكافرة، هاي مسألة هلا طارئة، أن الكافرة إذا تزوج بلا شهود، أن الكافر إذا تزوج بلا شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز، إن تزوج امرأة في العدة جائز عندهم، ثم أسلم بعد ما تزوجوا أسلموا أقر قال عن عليه عند أبي حنيفة بأن الحرمة لا يمكن إثباتها هاهنا، لا يمكن إثباتها هاهنا حقا للشرع، لأنهم لا يخاطبون بحقوقه. وصرح في الهداية أن الكافر إذا تزوج بلا شهود وفي عدة كافر، العدة للمرأة هي، وفي عدة كافرة يعني، وذلك في دينهم جائز، ثم أسلم تزوج بلا شهود أو تزوج بالعدة ثم أسلم هو وزوجته، ثم أسلم أقر عليه عند أبي حنيفة، يعني أقر زواجهم لأن الحرمة لا يمكن إثباتها هاهنا، نخاطبهم بالشرع أنه حرام، لا يمكن إثباتها هاهنا حقا للشرع، لأنهم لا يخاطبون بحقوقه. ولا وجه لإيجاب العدة حقا للزوج لأنه لا يعتقده، الزوج ما بيعتقد أن العدة حرام ولا ما حرام فتزوجها، فمنقر على زواجه بعد ما أسلم، مقر على زواجه. وصرح الشيخ ابن الهمام رحمه الله هيك مسألة تانية، إن المسلم إذا باع من الحربي ميتة أو خنزيرا، أن المسلم إذا باع من الحربي، الحربي اللي محارب عم يحاربنا، ميتة أو خنزيرا أو فأرة وأخذ المال، يحل كل ذلك عند أبي حنيفة ومحمد، يعني المال هذا حلال له، يحل كل ذلك عند أبي حنيفة ومحمد، مع أنه في الإسلام ثمن الميتة والخنزير شو حكمه؟ حرام لا يجوز، لكن باعه من حربي
يعني باعوا لا يهودي هلا اسرائيلي، باعوا خنزير او باعوا ميته، المال تبعه حلال عند ابي حنيفه رضي الله عنه. ولو كانوا مكلفين بالمعاملات، ولو كانوا مكلفين بالمعاملات بحسب الصحة والفساد لم يصح النكاح في الصورة الأولى، يلي زوجها بالعدة زواج غير صحيح، ولم يحل المال في الصورة الثانية. فعند أبي حنيفة يعني أن النصارى واليهود غير مكلفين بشرعنا، لا تقام عليهم العقوبات ولا بالمعاملات. هذا قول الإمام أبو حنيفة والإمام محمد صاحبه، يقال لهم الطرفين، أبو حنيفة وأبو يوسف اسم الشيخين، ومحمد وأبو يوسف اسم الصاحبين، والإمام محمد وأبو يوسف اسم الطرفين، يعني هكذا إذا اجتمعوا سوا. أبو يوسف والإمام أبو حنيفة الشيخين، شيخين وطرفين وصاحبين. فهنا إذا أخذنا بها الناحية هي، لأن الإمام الشافعي والإمام مالك رضي الله عنه والإمام أحمد قالوا بأن الكفرة مطالبين بمعاملات الشرعية عنا، ومخاطبين بالشرع بالعقوبات. يعني إذا واحد زنى مقيم عليه الحد، إذا واحد سرق نقطع له إيده، يعني هذا مكلفين. عند أبو حنيفة قال لا، وجاب هالمسألتين رضي الله عنه وأرضاهن، أنه واحد أخذ تزوج امرأة وهي في العدة، شو حكم زواجه في الإسلام؟ باطل لا يخص. فإذا أسلم منقره على إسلامه، منقره على زواجه، زواجه صح لأنه ما كان مخاطب بشريعتنا، منقره. كمان إذا واحد باع خنزير أو ميتة إلى حربي، المال اللي أخذه شو حكمه؟ في شرعنا حلال، مذهب أبو حنيفة حلال، باعوا خنزير، باعوا ميتة وأخذ حقه، المال عند أبي حنيفة صحيح، لأنه مال حربي، مال الحربي بجوز لك كل أنواع الحياة. شلون ما أخذته منه؟ لو أخذوا منه بلعب قمار، لعبوا بالمال تغلب عليه وربح منه، شو حكم المال اللي بياخذه؟ على السرقة أنه الواجب عليك تفقر عدوك بأي حال من الحالات، بدك تفقر عدوك حتى ما يتلقي يبقى له القوة يحاربك، هذا المراد. فعند أبو حنيفة رضي الله عنه أجاز ذلك. طيب، ثم الحديث نرجع إلى فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهم كلمة فادعوهم هذا يدل سطر، يعني هذا يدل على وجوب دعوة الكفار إلى الإسلام، هذا يدل إلى وجوب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال، هذا إذا لم تبلغهم الدعوة. إذا ما بلغتهم الدعوة بدنا نبلغهم أول كل ندعيهم إلى الإسلام، أما إذا بلغتهم فغير واجبة. إذا بلغتهم الدعوة
ما واجب ندعيهم؟ إما أن يسلموا وإما القتال. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فإنهم أطاعوا لذلك أي شهدوا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وهي عليها كمان تعليق طويل، صدقة تؤخذ من أغنيائهم. علقوا نشوف. استدل به على أن الإمام يعني الحاكم، استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، إما بنفسه وإما بنائبه. الحاكم هو بده يأخذ الزكاة، بيأخذها من الأغنياء وبيصرفها في الفقراء، إما بنفسه أو بنائبه. فمن امتنع منها من الأغنياء إذا كانوا امتنعوا، أو من أهل الكتاب إذا امتنعوا من دفعها، أخذت منه قهرا، إجباري بناخذها منه. ويجزيه أداء المال خفية. شو بدنا ناخذ منها؟ فيه الحق أحكام، فيه دليل على أن الطفل يجب في ماله الزكاة لعموم اللفظ، الطفل إذا كان الطفل أخذ تركة من والده، مات والده ترك له مال، من طالع الزكاة من ماله. وقال الشافعي رضي الله عنه: إن الزكاة لا تجب على الطفل بل تجب في ماله، مو على الطفل، على المال. وكذا في المجنون، واحتجوا بحديث عمرو عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي يتيما له، ألا من ولي يتيما له مال، ألا من ولي يتيما له مال فليتجر في ماله. فليتجر في ماله لا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الإمام الترمذي وفيه ضعف. الحديث
أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال، يعني من قبل لحي الحديث، ألا من ولي يتيما له، ألا من ولي يتيما له مال فليتجر في ماله لا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي، فيه ضعف. قلنا الفقهاء شو علقوا؟ قلنا الشرط في وجوب الزكاة العقل والبلوغ. هي الأحكام الشرعية عم تتعلموها بالحديث، العقل والبلوغ. فلا تجب في مال الصبي والمجنون. في مذهب الشافعي تجب في زكاة الطفل والمجنون، مذهب الإمام الحنفي لا تجب، لأن شرط الزكاة العقل والبلوغ، فلا تجب في مال الصبي والمجنون. لحديث عائشة سند الأحناف رضي الله عنهم، قالوا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، يعني يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. وهذا قانون عام في العالم كله، يعني حتى الدول الأوروبية إذا كان صبي لا يقام عليه، لا يسجن. لذلك لما بنسروا بيبعتوا ولد صغير بيسروا، فإذا أخذ الولد الصغير لا يقام عليه الحكم، أو بيقتل لا يقام عليه الحكم، الصبي حتى يبلغ. هذا قانون عام في العالم صلى الله عليه وسلم. إذا أخذنا الشافعي يجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون. أما أبو حنيفة رضي الله عنه قال لا تجب الزكاة في مال الصبي ولا مال المجنون، لأن من وجوب شروط الزكاة العقل والبلوغ، فإذا كان هذا بالغ أو الثاني ما فيه عقل فلا يؤخذ من باله. واختلف العلماء في هذا الباب، فرأى عمر وعلي وعائشة، رأي عمر وعلي وعائشة وابن عمر هذا رأي سيدنا عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أن في مال اليتيم زكاة. هذا يلي أوجب الزكاة. وقال الطائفة، بما أنه اختلفوا أخذنا الرأي الأول وجوب الزكاة، وقال الطائفة ليس في مال اليتيم زكاة، وبه قال أبو حنيفة والثوري وابن المبارك وابن جبير والشعبي والحسن البصري، وحكي عنه إجماع الصحابة.
قول الشافعي رضي الله عنه ومالك وأحمد قال به بعض الصحابة عمر وعلي وعائشة وابن عمر. أما قول الإمام أبو حنيفة إجماع الصحابة كلهم على أن الصبي ليس في ماله يتيم، في مال اليتيم ليس هناك زكاة. فأنت بدك تأخذ بقى بقول الشافعي ولا قول الحنفي؟ إذا كان اليتيم له من يلي وكان ولي اليتيم كان مؤمنا تقيا نأخذ بقول الشافعي، أما إذا كان اليتيم ليس له ولي أو له ولي وليس بعاقل نأخذ بما بقول أبي حنيفة، إنه إذا كان له إذا هو ولي يقوم عليه وهو مؤمن بشغل له ماله مشان ما يتاكله الزكاة، إنه كل سنة بده يطالع الزكاة راح المال. أما لما ما بيكون فيه له مين يلي أمره بعقل ما بناخذ زكاة من ماله، مخلي له ماله حتى يكبر. نجمع بين هذا وبين هذا. طيب، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. يلا. فترد في فقرائهم. استدل به بعضهم على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال، بصح ننقل الزكاة من بلد لبلد. اختلف العلماء في هذه المسألة، يعني درس حديث مع درس فقه يعني عشان تجمعوا هي وهي. اختلف العلماء في هذه المسألة فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهما، يعني أبو يوسف والإمام محمد، والأصح عند الشافعية والمالكية، والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل أن لا تنتقل الزكاة، فلو خالف ونقل نقل من الشام للادية من دمشق لحلب نقل خالف نقلها أجزأ عند المالكية سقطت عنه الزكاة، أجزأ عند المالكية على الأصح، ولم يجز عند الشافعية على الأصح. عند الشافعي بده يطالع غيرها إلا ولم يجد عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لها ببلد، دور على مستحق على الزكاة ما وجد فأخذها إلو قرايبين إلو أحفين الذي أخذ دنياها أو بحلب أخذ دنياها. فعند الشافعية صحيح، عند المالكية ما بيصح، يكون لأهل البلد، لأن النبي قال في فقرائهم، فقرائهم يعني في أهل البلدة، فلذلك الاختلاف حصل. واتفقوا اتفاق الكل على أنها إذا نقلت وأديت لمستحقيها يسقط الفرض عنه،
سقط الفرض أن اللي دفع الزكاة سقط الفرض عنه. نقول له أخي الزكاة بدك طالعها ببلدك، هو له قرايبين مثلا في دير الزور، بعث لهم إياها على دير الزور، سقطت الزكاة عنه وكتب له الثواب مرتين للزكاة ولصلة الرحم. لذلك شو واتفقوا على أنها إذا نقلت وأديت لمستحقيها يسقط الفرض عنه. ثم ظاهر الحديث أن دفع المال إلى صنف واحد جائز، بل له أن يقتصر على شخص واحد، بل له أن يقتصر على شخص واحد. ولولا حديث معاذ لقلنا بجواز دفع الزكاة إلى الذمي. مين الذمي؟ اليهودي والنصراني اللي قاعد ببلدنا. روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير مرسلا قال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا على أهل الأديان كلها. تصدقوا على أهل الأديان كلها. صلى الله عليك يا رسول الله. هذا قول الأحناف بجواز الزكاة على الذمي. في المذاهب الثانية ما بصح إلا على المسلم. هذا توسيعة الأحكام الشرعية يعني مشان ننتبه. فالنقل إذن، ثم المعتبر، ثم المعتبر في الزكاة مكان المال، هي قاعدة شرعية أصولية. المعتبر في الزكاة مكان المال، وفي صدقة الفطر مكان الرأس المخرج عنه. فرق فين الزكاة وبين صدقة الفطر؟ في زكاة المال المعتبر وين؟ مكان المال، دمشق بدمشق، حلب بحلب. أما صدقة الفطر مكان الرأس المخرج عنه، يعني بده يطالع الزكاة وين؟ بلادية بيطالع بلادية، حلب بيطالع بحلب. أما نطالع عنه لحنا ما بصح. هذا المعتبر هلا بهالقاعدة اللي أخذتوها. ثم المعتبر في الزكاة مكان المال، وفي صدقة الفطر مكان الرأس المخرج عنه. ويكره نقلها إلى بلد آخر إلا إلى قريبه أو إلى أحوج من أهل بلده. إلى أحوج من أهل بلده. فالنقل للقرابة فيه صلة الرحم زيادة على قربه، على قربة الزكاة. زكاة قرب لله وفيها صلة رحم كمان. هذا التعليق على الحديث. نكمل الحديث بقى.
هلا عم تاخذوا حكم شرعي، احكام شرعيه مع الاحاديث. قال فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله، فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. فإنهم أطاعوا، دخيل النبي ما أحلى هون يؤخذ. هلأ كمان نحسن ناخذ تدرج الأحكام الشرعية، تدرج الأحكام. أول الشهادة، قالوها لهم في صلاة، صلوا لهم في زكاة، زكوا لهم في كذا، فتدرج بالأحكام. فلو نزل من أول الأمر تحريم المحرمات أو فرض الصلاة، ما حدا كان ترك المحرمات ولا حدا صلى. لكن التدرج، حتى الصلاة ما فرضت فرضا واحدا. الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، هي فرضت. بعدين صارت 5 مرات في النهار ركعتين، ثم بعدين زيدت ركعتين في الحضر وأقرت ركعتين في السفر. تدرج، سواء كان العبادات أو المحرمات. الخمر على 4 مراحل، الربا على مراحل، كله على مراحل، بدل على أن الإسلام دين بحبوحة، ما فيه إجبار حتى تتحمل النفس. أما من أول، سيدنا عائشة قالت لو أن الخمر حرم من أول مرة ما كان حدا ترك الخمر. قديش أمريكا صرفت مشان تحريم الخمر؟ ملايين صرفت، بعدين رجعوا أباحوا الخمر، ما مشي حالهم. الإسلام قال لهم فاجتنبوا، كبوه، خلاص انتهينا. فانتهوا، قال سيدنا عمر، قالوا انتهينا خلاص، كبوا انتهى. هذا كله دليل صلى الله عليه وسلم التدرج في الأحكام الشرعية. طيب، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. دخيل النبي، بدك تأخذ الزكاة، أوعى تأخذها من أحسن الأموال، تأخذها من الوسط. في جمل بيسوى 100,000، في جمل بيسوى 40,000، خذ من الوسط 60-70 الوسط. وإياك وكرائم أموالهم، أوعى تأخذ من الأموال، من الأموال الجيدة صلوات الله وسلامه عليه. واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. روى الإمام أحمد حديث علي صلى الله عليه وسلم، أما نفسر حديث الإمام مسلم بأحاديث ثانية. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، ففجوره على نفسه. ورد بسند حسن. فهم في الحديث الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال. لا يصح القتال ما لم أول كل ندعوهم إلى التوحيد، فإن أتوا به رفعنا عنهم السيف، ما أتوا به قاتلناهم. كذلك في أن لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين. لو قال أسلمت، لو بدك تنطق بالشهادتين، قال أشهد أن لا إله إلا الله، لو بدك تكملها وأشهد أن محمدا رسول الله، إذا ما قال الشهادتين ف
فلا يعتبر إسلامه. هذا مذهب أهل السنة. كذلك فيه أن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة، صلاة خمس فرائض، فلو واحد صلى فرضين أو ثلاث فروض ما بيجوز؟ بيجوز، لكن بنقول له كملهن. يعني إذا صلى ثلاث فروض وثلاث فرضين ما سميت لك الخمسة؟ عند أكثر الناس بيقول لك ما بيجوز. واحد صام رمضان، صام من كل عشر أربعة أيام وفطر ست أيام، نقول له لازم تكمل الست أيام. أما تقول له لا ما بيجوز صوم، يعني فطر شهر رمضان كله، وقعته بخطيئة كبيرة. فمنقبل القليل بما يتمرن على الكثير. هذا الإسلام اللطيف في الحياة، إسلام التدرج. طيب، وفيه تحريم الظلم، بيان تحريم الظلم، وإياك واتقي دعوة المظلوم. وكذلك هنا يحرم على الساعي أخذ كرائم الأموال. الساعي اللي عم ياخذ، عم يلم الزكاة، ما بيجوز ياخذ كرائم الأموال. اللي بدك تعطينا هي زكاة، هالناقة، هي الناقة عنده إياها غالي، بقول له لا ما بيجوز، بعطيك الجمل هذا والجمل هذا. بياخذ من وسط الأموال، لا بيجوز أكثر الأموال. بيجي هلا مثلا عند غني تاجر بده زكاة المال، طالع له مصاري، بقول له ما باخذ الا ذهب، بقول له لا يجوز، لا يجوز، لك تاخذ من وسط الاموال. صلى الله عليه وسلم. كذلك يحرم على رب المال ان يخرج شر المال، يعني وسخ المال طالع، عنده شويه مصاري نهريين كذا، انه خد هدول الزكاه. أو هلا شو صاير عند التجار، البضاعة الكاذبة عنده يعني ما طلعت بيطلعها زكاة، يعني ما حدا اشتراها، خذوا هي زكاة. هذا ما بيصح، بدك تطالع من وسط المال، الوسط. وكذلك كنا بناخذ من الحديث أن الزكاة لا تصح على كافر، كافر لا يصح لك أن تدفع له الزكاة إلا إذا كان قريبا من الإسلام. إذا دفعنا له وشاف أنه جبرنا خاطره بيأسلم، ندفع له تألفا له. أما كافر محارب ما بصح ندفع له، ما بصح ندفع له الزكاة. ولا من طالب هون بحقوق الشريعة، نصراني له خوري اجا مرة ولا عند شيخنا واحد مسيحي عم يستفتي انه في عندنا القضية الفلانية وكذا، قال له عندكم بطريرك وعندكم تسأله هو بيفتي لك. قال له شيخي نحن جينا لعندك، قال له بفتي لك بفتوى الإسلام بدك تعمل فيها. قد ما كان فتوى الإسلام قاسي عليك، خلي البنت بترك، خلي هو يفتي لك. أنه المسألة لو بدنا نحكم عليه نحن بدنا ناخذ ماله، أما بترك ماله جائز، بيعطي البترك شوية بيخلي المال، بيخلي له المال له. الحاصل فالمطالبة إذن لا تكون إلا بعد الإسلام. الله عز وجل يتقبل منا ومنكم، ويغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا حديث واحد، لكن نعم.
ابن الهمام. نعم نعم. وصرح ابن الهمام دي بس شوف لك ياها. أو خنزيرا. نعم. باع هون باع من الحرب يعني معنى اشترى معنى باع إلى الحرب. لا هو باع إلى الحرب. يعني لغة لغة باع من الحرب مثل باع إلى الحرب. لا باع باعه هو باع ما اشترى منه. نحن قالين باع من الحرب. من الحرب. يعني اشترى منه. هيك فهمنا اشترى منه. نحن ما بيجوز ناخذ الخنزير. هذا باعها الى الحربي. انا شو كتبت لكم يا منى؟ من الحربي. باعها الى الحربي واخذنا المال منه. فالمال اللي اخذناه مقابل الميتة والخنزير شو حكمه؟ مذهب ابو حنيفه جائز. الله يرضى عن ابي حنيفه. يعني واحد مات عنده بقره ياخذها لبا اسرائيل بيعون اياها. ما تتبارك بيعون ياها. بجوز بجوز. هلا واحد وهذا هذا السؤال سئلته هذا من كم سنة. واحد جاب صندوق الغالي شو اسمه ويسكي. صندوق ويسكي اجا هدية. قال لي شو بدي اعمل فيه؟ عند المشايخ شو بيعمل؟ بكبه حقه 5000 ليرة نكب المال. مذهب أبي حنيفة بيروح بيعه للنصارى عندهم جائز بياخذ المال. شو حكم المال؟ للمسلمين. هون باعوا للكفرة مال الحربي. مال الحربي شو حكمه بالنسبة لنا؟ حلال. بيعوا للحربي وخذ المال. هذا مذهب أبي حنيفة. يعني حنفي والشافعي رضي الله عنهم كتوسيع. يعني كتوسيع. يعني واحد ما في معه غير هال ما عنده غير هالصندوق. طيب يكبه؟ لا والله خذ حقه. مذهب ابو حنيفه جائز مال الحربي. اما مال الذمي لا. مال الذمي اللي في بلدنا وعم ياخذ اقامه في بلدنا ما بصح. ان هذا له مالنا وعليه ما علينا. اما الحربي كانوا اليهود لسه في يهود عندنا وين ما نعرف. حرب اليهود كان موجوده. بياخذوا اليهود بيبيعوا. الله يرضى عن ابي حنيفه. يعني هذا الحديث هلا فيه بحث كثير بس ما طولت عليكم كثير. فيه بحث اننا ناخذ الاسلام كله من الحديث. لو بدكم تكتبوا بكتبهم 5 صفحات. الله يرضى علينا وعليكم وتقبل الله منا ومنكم. جايكم لسه كأحكام جاي كثير والحمد لله رب العالمين.